حضرتك يا فندم ازاي ممكن تتخيل ان انا يبقى ليا يد في قتل صفر؟ حضرتك مش فاهم، صفر دي كانت اختي، جزء مني. طيب انت لو مكاني ممكن تتخيلي اخت تبوظ فرح اختها بالطريقه القذره دي؟ انا ما كنتش عاوزه ابوظ فرحها، بالعكس انا كنت بلحقها، كنت بحاول اصلح اكبر غلطه هترتكبها في حياتها، غلطه عمرها. انت عايزه تصلحي غلطه عمرها فقضيتي على عمرها كله. انت برضو مصر على الاتهام الفظيع ده؟ انا اقتل صفي ازاي؟ اقتل نفسي؟ انت مش متخيل علاقتنا كانت عامله ازاي؟ لا يمكن تتخيل مدى حبي ليها. بص حضرتك، انا مش هنكر، ايوه انا اللي حطيت السي دي في السويد، ايوه عشان شريف يشوفه ويتخانقوا، ودي كانت غلطه وما كانش المفروض اعمل كده، بس كنت خايفه صفي تضيع من ايدي. تضيع من ايدي؟ يعني ايه بقى؟ ايه الجمله الغريبه دي؟ هي كانت هتروح فين؟ كانت هتتجوز؟ لا، دي جملة غريبة زي دي بقى ممكن تخليني أشك في طبيعة العلاقة اللي بينك وبين صافي سليم أصلاً. أنت إيه اللي بتقوله ده؟ أنا لسه قلت حاجة، دي مجرد فكرة. وأنت إزاي أصلاً تكره إنك تفكر في كده؟ لا، أنا أكره، أنا أكره. ضابط المباحث هو الوحيد اللي من حقه إنه يجرؤ يفكر في أي حاجة طالما هتوصله للمجرم اللي ارتكب جريمة قتل. أنا صحيح ما فكرتش إنك ممكن تقتلي صافي سليم بدافع الغيرة، بس جملة غريبة زي اللي قلتيها دي تخليني بقى أفكر في الاحتمال ده. والله أنا مش مسؤولة عن أفكارك. ماشي يا ستي، ماشي، أنا اللي فهمت كلامك بمعنى قذر زي ما كنت عايزة تقولي. فهمينا بقى المعنى الصح، المعنى النظيف. يوم الفرح واحنا في الأوتيل، صافي صرحتني لأول مرة إنها قررت بعد ما تتجوز شريف إن هما يسافروا ويعيشوا برا مصر. ليه؟ مالها مصر؟ زعلت صافي يعني في إيه إن شاء الله؟ بس انتي بتقدريش تعيشي برا مصر. ايه يا صافي، انت بتضحكي على نفسك؟ ده انتي لما بنسافر اي سفريه بعد اسبوع بتعيطي عشان ترجعي تاني. الكلام ده خلاص كان زمان، دلوقتي ربنا بعت لي فرصه عمري عشان ابتدي حياتي من جديد وانسى كل القرف اللي انا شفته. طول ما انا عايشه في البلد دي هفضل اتكعبل في الناس الوسخه اللي عرفتها في حياتي، ولو انا نسيتهم هما مش هينسوني، مش هيخلوني اتهنى في حياتي. واديكي شفتي صلاح عز واللي عمله امبارح في الجرايد. طبعا ده فتح عينيا على حاجات كتير قوي، ان انا كنت عبيطه يوم ما فكرت اصالح مع نديم كمال واعمل له كل اللي هو عايزه عشان استريح من قرفه. وايه اللي دخل نديم كمال في ال 12 يعني؟ نعم؟ ازاي يعني ايه اللي دخله؟ انت فاكره انه هيصفى لي بالسهوله دي؟ طبعا هو ورا كل ال 12 عشان يعكنن عليا، وهو قال لك لو ما كانتش قالت لعريسها اهو يعرف من الجرايد. لا معلش يا صافي، انت عارفه صلاح ده كويس، عارفه انه بني ادم مؤذي. ما اظنش ابدا انه محتاج توصيه من حد عشان يضايقك. اوكي، يبقى قراري بيأيد الكلام اللي انت بتقوليه، ان انا لازم اسيب البلد دي بكل القذاره اللي فيها. ايه القرارات الانفعاليه دي؟ ايه يا صافي؟ عشان شويه ناس كتبوا كلام ضايقك هتسيبي اهلك وبلدك وناسك؟ ده قرار نهائي ومش هرجع فيه. ايوه بس اللي انا اعرفه ان الشريف عاوز يسيب امريكا ويرجع يستقر هنا. لا، ما انا في شهر العسل بقى خليه يغير رايه. امال هم سموه شهر العسل ليه؟ أنا مش هناقشك في الموضوع ده، أنا متأكدة إن هي نازلة وهتعدي. أنت ما ينفعش تسيبي مصر. أنا لازم أعمل كده يا سميرة، يمكن دي تكون آخر فرصة ربنا هيبعتها لي، وأبقى عبيطة قوي لو ضيعتها. كلام صافي ده هو اللي خلاني في آخر لحظة أفكر إني أحط السي دي في السويد. مش قبل اللي حضرتك كنت متصوره، إن أنا عاوزة أبوظ فرحتها وغيرانة من جوازتها والكلام الغريب ده. أنا كنت مخططة أعمل كده من الأول، كنت بعت السي دي لشريف على طول ليستنى. بالعكس، أنت
التوقيت بتاعك كان مثالي. لو كنت بعتيها قبل الفرح كان هيبقى في فرصة ان هم يتعاتبوا ويتصالحوا، انما في التوقيت القاتل ده بعد ما الفرح باظ ضربة قاضية للعلاقة. ويا ترى بقى انت عملتي الحركة دي علشان كنت خايفة انك تفقدي صديقتك لما تسيب مصر وبس؟ طبعا، امال هيكون ليه يعني؟ يعني ممكن تبقي خفتي انك تفقدي معاها فرصة العمل الظريف بعد ما خلاص حياتك استقرت. مش معقولة ترجعي تاني تدوري على شغل رخم في بنك ولا في شركة سياحة بعد ما خدتي على شغل صافي اللذيذ اللي كله سهرات وحفلات وأدمغة. فكرة برضو، شوية شغل على شوية مرح على شوية إدمان. ومين قالك أساسا إن أنا مدمنة؟ لعلمك بقى أنا كنت بتخانق مع صافي كتير عشان تبطل مخدرات خالص، وهي فعلا يا حبيبتي كانت بتحاول، وعادتني كانت بتحاول بس كانت بتفشل. عموما اللي ممكن يجاوب على السؤال بتاع مين قالك اني مدمنة هو فحص المخدرات اللي احنا ممكن نعمله لك علشان نتأكد تكذب علينا ولا لا. بقولك ايه، انا بشرب مخدرات ما بشربش مخدرات اظن دي حاجه تخصني وتخصني انا لوحدي بس، واكيد ملهاش علاقه بتحقيقاتك. لا والله انا ما كذبتش على حضرتك، قلت لك كل حاجه بصراحه. اوكي، في الاول خبيت شويه معلومات عن الديلر والمخدرات والتليفون وكده، بس ده عشان انا بحب صافي. انا جريمتي الوحيده هي موضوع السي دي ده، ودي حاجة مش هسامح نفسي عليها لحد ما أموت. طيب يا سمير، إزاي السي دي أو الدي في دي الحقيرة دي وصلت لإيدك أساسا؟ يعني بعد ما صافي خدتها من نديم كمال كان المفروض إنها تولع فيها بقى على أساس إنها بتفكرها بعلاقة مؤلمة، حتى لو كانت شرعية، علاقة شرعية على الورق يعني. إيه بقى؟ سرقتيها مثلا منها واحتفظتي لنفسك بنسخة للذكرى الخالدة؟ أو احتفظتي لنفسك بنسخة علشان يمكن تستخدميها في المستقبل لما تحصل خلافات بينك وبين صافي، خصوصا بعد ما ضاعت من إيدك واتجوزت؟ أنا فاهم، مش فاهم حضرتك بتجيب الافتراضات الغريبة دي منين؟ انت فعلا مش قادر تستوعب طبيعة علاقتي بصافي. المرة دي افتراضاتي غريبة مش قذرة. كويس، تطور كويس الحمد لله. المهم وصلت لك ازاي؟ صافي اللي ديتيل؟ لا والله، صافي خدت من نديم كمال الديفيديال من ايالة دي وراحت داخله عليك وقالت لك سربرايز، مش نديم كمال صورني وانا معاه في السرير؟ ايوه هو ده اللي حصل. هي فعلا لما خرجت من عنده كلمتني في التليفون وقالت لي انه في موضوع خطير عايزه تكلمني فيه، وانها مش عايزه تتكلم عن ده في بيت عشان محدش من اهلها يسمعه. وجات لي هنا وقعدنا في الاوضه دي وقفلنا علي الباب ده وحكيت لي كل حاجه. انت اكيد اتجننتي يا سميره، عايزاني بعد ما ربنا يسترها معايا اروح انا افضح نفسي؟ ومين قال لك اصلا انك هتفضحي نفسك؟ هي صافي دي فرصة وجات لك من عند ربنا عشان تكسري ظهر نديم كمال ده بضربة، وأصلا مش هعرف إنك وراها. إزاي بقى يا أم العريف؟ الغطرسة اللي البيه فيها مخلياه أعمى، مش شايف إن السي دي ده يدينه أكتر من ما يدينك. في كمبيوتر بروجرام تافه أي عيل بيعرف يشغله، لو منتجنا بيها السي دي ده ممكن أشيل أثارك من عليه خالص وميبقاش باين غير نديم كمال. وشوفي بقى لما على يد فاعل خير السي دي ده يروح لمراته، مراته اللي هو بيخاف منها موت. شوفي هتنكد عليها عشت قد ايه. ايه يا صافي، معقوله انت مستخسره تدوقي شويه من النكد اللي طول عمره مدوقهولك؟ عشان مش عايزه اقعدي يا سمير. هو انا كنت بتصالح مع علي، ما كنت اخدت الفلوس اللي انا لهفتها منه وخلصنا. ايه يا صافي، هو انت يعني الوحيده اللي صورها وبعت لها سيديهات؟ مش دايما بيتفشخر ويقول انا كل علاقاتي بصورها وببعت لهم السيديهات؟ طيب ايش عرفوا بقى اني واحده فيهم بعتتها لمراته؟
يا صافي ما تقلقيش، مفيش اثر ليكي هيبان ابدا. كل اللي مراته هتشوفه جوزها وهو بيعربط مع واحده غيرها. وعينك ما تشوف الا النور. يا بنت الايه؟ طب والله فكره. على الاقل انام وانا مبرده ناري. كنت عايزه اقطعه بسناني وهو بيديني السي دي ده، بس ما قدرتش. الحقير. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، الهي ربنا ما يورده على جنه ابدا. مش كده برضو؟ بس بشرط. بعد ما تمنتجي السي دي. وبعد ليه؟ وانتي بتمنتجيه انا هبقى جنبك. وساعتها هنقرر نبعته. يعني هو انتي اهلك الكرام تعبوا نفسهم علشان يعلموكي احدث تطبيقات السوفت وير علشان اخره المهتمه تمنتجي كليبات وسخه، ولا دي مثلا كانت هوايه قديمه وجات لك الفرصه تشبعها؟ مش حضرتك كنت عاوز تعرف اللي حصل؟ هو ده اللي حصل بالظبط. طيب يا ترى بقى مهاراتك المنتجيه ابهرت صافي فقررت انها تبعت الديفيديهات اللطيفه دي لمرات نديم كمال ولا لا؟ لا صافي حبيبتي في اخر لحظه عملت صلاه استخاره وقررت ما تعملش كده خالص. هي كانت عايزه تبدا حياه جديده، مكنتش عايزه تبداها بخراب البيوت عشان ربنا يبارك لها فيها. حتى لو كان البيت اللي بتخرب ده بيت نادين كمال اللي بتتمنى له الموت. طلعت انسانه صافي. الله يرحمها. طبعا انسانيتها دي غصتك جدا، فقررتي انك انت تتولي الموضوع وتبعتي الديفيديه اللي انت تعبتي فيها لمرات نديم كمال نيابه عنها، على اعتبار يعني انك انت ما عملتيش صلاه استخاره. انا كان لازم اعمل كده، انا كان لا يمكن اسمح للحقير ده ان يفتكر ما فيش حد يقدر يقف قدامه. ده ايه الحلاوه دي؟ فحضرتك يعني قررتي انك تشكلي جبهه المقاومه الشعبيه بكليبات اوض النوم. وطبعا واضح ان مهاراتك المنتجيه كانت اي كلام عكس ما انت صورت لصافي، فكانت النتيجه ان مرات نديم كمال عرفت ان اللي متصور ده هو جوزها وصافي حصلت المشاكل بينهم، حصل الطلاق، فقررت بعد كده انها تنتقم من صافي بانها تبوظ فرحها وتخليها مسخره مصر كلها. لا انا متاكده من الدي في دي اللي بعته، ممكن تشوفه بنفسك. اتحداك لو تقدر تكتشف مين المعنى دي. والله على الثقة. وانت ليه مصدق قوي كده ان نادين فعلا ادى اخر نسخة لصافي؟ واحد تافه وحقير زي ده اكيد خلى نسخة ليه عشان يرضي غروره. ممكن تكون لما انا بعت السي دي لمراته فضلت وراه لحد ما قررته. أكيد هي اللي فضحت الحكاية. أنا لو كنت أعرف إن ده هيدور صافي ما كنتش عملت كده أبدا. لا أصيلة يا سميرة. أصيلة. تعرفي يا سميرة في مشهد كده كنت اتفرج عليه في الافلام الاجنبيه دايما وكان يضحكني قوي، لما حد من الابطال تبقى مشاعره رقيقه مرهف الاحساس ويسمع كلام بايخ صادم، يشوف مشهد مؤلم فيجري على التواليت ويرجع. المشهد ده كان دايما بيضحكني. ويا ربي اشمعنى يعني احنا هنا عايشين في القرف ليل نهار ما بنجريش على التواليتات عشان نرجع؟ هما بتوع الأفلام الأجنبية دول مشاعرهم أرق مننا. بس النهاردة لما شفتك وسمعتك حسيت إن المشهد ده حقيقي أوي. أنا بس خايف أقوم أعمل كده أحسن الوالدة تصحى. الله يكون في عونها. أنا اضطريت إني أحكي عشان ادافع عن نفسي. قلت لك اللي حصل. انا مش بقول ان انا صح،
بس هو مين اصلا صح في البلد؟ سميره. سميره اخرسي خالص، اخرسي احسن وديني. ها انت فاهمه؟ اخرسي خالص، ما تفتحيش بقك الا قدام النيابه ولا كلمه. أطمن عليك، كنت خايف جدا ان يكون جرالك حاجه. لا انا كويسه، قصدي يعني نظريا كويسه. انا اسفه اني قفلت موبايلي، بس كان في عندي اخبار مش حلوه وما كنتش عايزه احبطك بيها. ما كانش ينفع اني اكلمك واقول لك ان انا هخذلك وانت دلوقتي محتاج لي واقف جنبك وسندك. انا اسفه، نفسي اقول لك اتفضل بس مش هينفع، انت عارف. طبعا انا خلاص، انا بس كنت عايز اطمن عليك وخلاص. ولو انك انت بكلامك ده قلقتيني، بس ملحوقه كلميني بقى على التليفون وقولي لي التفاصيل وما تقلقيش عليا، انا قلبي حديد. طيب صباح الخير. طب بقول ايه، بما ان انا يعني اتهورت خلاص وجيت في وقت مش مناسب وكسرت حاجز العيب وطبعا كده خليت البواب يفهمك غلط، فانا رايي ان احنا نصلح للبواب الفهم الغلط ده فورا. ازاي يعني؟ هستناكي تحت وانتي غيري هدومك وانزلي لي عشان اشوفك شويه، عشان يعني نشوف القاهره حلوه. القاهره في الوقت ده بتبقى كده لطيفه، ما شفناهاش كده من ساعه ايام من ساعة ما كنا في الفرح. طيب انا موافقة، مش عشان انا نفسي اشوفك ولا عشان نفسي اتكلم معاك واسمعك ولا عشان انت وحشني موت وكنت هتجنن واسمع صوتك، عشان بس البواب ما يفهمنيش غلط. ايوه بالظبط، افرق معايا قوي صورتي قدام البواب. استنى. طب والله عارفه هتقول ايه اول ما تبطل ضحك. هتقول الكلمتين بتوع امي، جبناك يا عبد المعين لحتى تعين، لقيناك يا عبد المعين بدك مين يا عينك. يا سلام، فجأة لغات كده. لا معقوله برضو انا اقول كده؟ اعوذ بالله. انا المفروض ان انا اواسيكي مش هقطمك. والله كتر خيرك يا سيدي. ايه طب مش هتقول انت بتضحك ليه في ايه تاني والنبي؟ والله ما عارف، انا مش عارف بضحك ليه، انا حاسس ان احنا اتضحك علينا، او علشان ابقى دقيق انا شخصيا حاسس ان انا اتضحك عليا. بصراحه بقالي 30 سنه وانا بجري ورا القطر وعندي امل كبير ان انا هلحقه، فجاه القطر داس بنزين
وقلع طار وسابني لوحدي بقى في وسط الصحراء زي اللهبل كده، نفسي مقطوع من الجري، وانا اصلا عندي الجيوب الانفيه زي ما انت فاهمه، عضلاتي طبعا مكسره، تخنان مش عارف اخس، مش عارف اعمل رجيم لمده اسبوع، مطلق مش عارف اشوف ولادي في الوقت اللي انا عايزه، عليا اقساط، حتى الحاجات اللي كنت بموت فيها بقت عبء فظيع عليا. فاكر لما قلت لك انا اصل راجع من الجيم وحاسس بانتعاش وكده؟ فاكره؟ فاكره. اربع ايام بعدها ظهر وركب. ظاهر يا داليا والله اعلم ان انا ابتديت اعجز، بس كالعاده صعب جدا ان انا اعترف. انا كده هبتدي اقلق عليك، حاسه انك هتعمل زي ما بيحصل في الافلام العربي لما يفيد بالبطل من كتر اللي بيشوفه يبتدي يقول كلام غريب ويضحك بصوت عالي. وبعد كده يبرق ويكشر ويقعد يعيط وينكش اللي فاضل من شعره ويقلع ملط في الشارع. ايه؟ خفت مني ولا ايه؟ الله، انت قلقانة بجد بقى؟ انا قلقانة عليك مش منك. لا ما تقلقيش عليا. الجنان ده طرف رفاهية أنا ما أقدرش عليها. بس عشان أبقى صريح معاكي، ممكن جدا إن أنا أتجنن لو معرفتش أحل القضية دي بالذات. تفتكر القضية دي هتتحل أصلا؟ هتتحل؟ يعني لو أنت قبضت على اللي قتل صافي، تفتكر بكده تكون القضية اتحلت؟ يا سلام يا أولاد، النظرية بتاعت علي القاضي وشريف راس الخيال اللي ماشية دلوقتي في البلد، نظرية مفيش فايدة، وأنت كمان هتبقي من أتباعها ومريديها. ماشي يا ستي، أنت دلوقتي سبت الجورنال لصلاح عز بعد ما لعنتي سنسافيل اللي خلفوه. تمام، حلو قوي. المفروض بقى انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اقدم استقالتي واقعد على القهوه اقل عن الظروف واشتم في الناس وهما دايرين يقطعوا في بعض، ولا اعمل اللي اقدر عليه؟ جايز النهارده يكون نديم كمال فلت من ايدي، مش مشكله، بس بكره اكيد مصيره هيقع. طبعا لما يغلط في حد اكبر منه ويجي عليه الدور انه يقع. ومات. المهم انه هيجي يوم وهيدفع ثمن كل المصايب والجرائم اللي عملها قبل كده. مش ممكن ابدا نديم كمال يفضل يكسب على طول، وصلاح عز كمان مش هيفضل ابدا يكسب على طول. بصي، هي دي سنه الحياه، وده دلوقتي الشيء اللي انا بقيت متاكد منه. عارف يا حسن، انا صحيح طلعت من الحرب دي مهزومه، مع اني حاربت فيها بكل طاقتي واسلحتي ودفعت للآخر عن كل الحاجات اللي أنا كنت مؤمنة بيها، بس الغريب إن أنا مش متضايقة خالص، بالعكس أنا حاسة نفسي خفيفة قوي زي الريشة، زي ما يكون في حمل تقيل وتشال من عني. أنا دلوقتي بقيت أقدر أقول كل الحاجات اللي أنا عايزة أقولها من غير ما أعمل حساب لحد، إن شاء الله حتى أكتبه في المدونة عندي. والأهم من كل ده إن أنا مش حاسة نفسي خسرانة، بالعكس الحرب دي خلتنا اكسبك. الحاجة الوحيدة اللي أنا بقيت متأكدة منها دلوقتي إن أنا بحبك. طب معلش، ممكن كمان تقوليها بالسوري على أساس إن أنت نص مصري ونص سوري، فيبقى أنت ما أنتيش غير نص كده. داليا 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 داليا، طب عشان خاطري، عشان داليا 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 داليا، خلاص طب عشان. طب لحظة بس، طب أنا آسف أنا آسف أنا آسف، هفهمك. بس أنا عمري في حياتي ما حد وجع قلبي وهو بيعيط غير ولادي. اليوم اللي أنا جيت لك فيه الجورنال وضايقتك ونزلتي قعدتي تعيطي في الشارع في العربية، قلبي اتوجع قوي، مبقتش فاهم، حسيت بيكي بشكل غريب لدرجة خوفتني. قلت لنفسي لا، أنا لازم أعمل وقفة في الموضوع ده. حاولت إن أنا أبعد عنك وما قدرتش، قعدت أقول لنفسي كل الحاجات اللي تبعدني عنك. ظروفنا مختلفة، هي ما اتجوزتش قبل كده وأنا عندي عيال، فرق السن كبير، فرق الطول برضه.
بصي انا كنت مرعوب ان انا اتنيل احبك. اتنيل احبك؟ في حد يقول كده بس؟ طب انا اعمل فيك ايه دلوقتي؟ طب انا لو قرصتك كده يبقى اسمها اعتداء على ضابط اثناء تاديه عمله؟ يا ستي الغرايم والمصايب ظاهره حوالينا، ما جاتش يعني على قرصه لطيفه. ايه؟ كان نفسي اجي معاك النهارده وانت بتطمن على علي وشوفه. يا ريت. بس تخيلي بقى لو كان ده حصل كنت انا وانتي هنحتاج اللي يطمن علينا. شفتي مامته؟ ها؟ قوة قتل ثلاثية، صح؟ عارفة أنا عملت إيه بقى فيها وأنا نازل؟ قلت لها إن أنا وأنتِ هنتجوز قريب وإن إحنا عازمينها على حفلة عدية. إيه ده أنت عملت كده بجد؟ آه طبعًا، عشان تعرفي بس اللي في القلب في القلب، مش لازم يعني أسبسب وأسبل وأقول لك بقى ميزة البطالة. أنا هروح أنام للظهر وأنت هتطبق كمان ليلة عشان تطبق العدالة. لا والله ده أنت فرحانة فيا بقى. لا أنا دلوقتي أطلع على المكتب أضلمه وأنام لي ساعتين ثلاثة وأقوم جن مصور. هتعمل إيه في اليوم بتاعك؟ والله حاجات كتيرة ومش عارفة هلحق إزاي. ولا حاجة طبعاً، هقعد في البيت هفكر فيك وأدعي لك. أنا بصراحة سمعت كتير عن واحدة تتجوز فتقعد في البيت، لكن تحب فتقعد في البيت دي جديدة عليا بصراحة. ما أنا مش هقعد من غير شغل. أنا هكتب بس المرة دي في المدونة بتاعتي. مني للنت بقى، لا رؤساء تحرير ولا حسابات ولا إعلانات. بس خلي بالك من موضوع المدونة، يعني خليتي حذرة من الناحية القانونية. المدونات دي بقت عليها العين دلوقتي مش زي الأول. مش هيبقى لطيف برضه متهيألي إن أنا أستلم البيبي من سجن القناطر. ده باعتبار ما سيكون يعني. بقول لك ايه؟ أنا إنسان حر ومستقل، واللي هكتبه في المدونة بتاعتي ده مني لضميري، ماشي؟ أنا اللي جبته لنفسي، أنا عارف. ده أنا لسه ما خلصتش من الأثر الطيب لمقالات السيد الوالد، ارحمنا يا رب. ما تقلقش، أنا اللي هكتبه النهاردة مش هيعمل أي مشاكل، أنت بس ما تتخضش لما تقرأ وتلاقيني علنت عليك الحب. للأسف كل واحد لازم يروح. باي. يا اخوانا يا اخوانا، مفيش اي اتهامات وجهت لنادين بيه كمال. سيادته وجه بنفسه وبمبادره شخصيه منه ومن غير ما تستدعيه النيابه لكي يدلي بشهادته ويضع حدا للاقاويل اللي ترددت في بعض الصحف الصفراء. انا بحترم الصحافه طبعا، بحترم الصحافه الجاده اللي بتتعب شغلها ولا تستخدم اساليب منطويه رخيصه لتشويه الناس. ويمكن اكمل كلامي بس، يمكن اكتر حاجه خلتني ابادر باني اجي ادلي باقوالي هو حرصي على ان اؤكد ان احنا عايشين في بلد ما فيش حد فيها فوق العداله، ولو انا كنت متهم فعلا ما كنتش خرجت قدامكم دلوقتي. اهو ده اكبر دليل على ان ما فيش عداله فعلا، لان لو في عداله ما كنتش خرجت، كانوا حبسوك لانك قتلت بنتي يا ظالم. ايه اللي بتقوله ده يا راجل؟ انت انت مين؟ انا ابو امينه عبد الحميد اللي انت قتلتها يا ظالم، ومش هيهداني بال الا لما اشوفك جوه القفص. خلاص يا عم عبد الحميد، خلاص
ما الباشا سبق وبرأ نفسه، يعني هيكذبوه يصدقوك انت الراجل الغلبان. ممكن تقول لنا انت جاي ليه النيابه النهارده؟ انا جاي عشان اخد حق بنتي امينه عبد الحميد اللي انتوا بتسموها صافي سليم، دي ما تبقاش بنتي. انا بنت امينه عبد الحميد وحقها مش هيروح حدر ومش هيهدى لي بال الا لما اشوفك جوه القفص. حاسب على كلامك يا راجل انت، قفص ايه وبتاع ايه؟ نديم بيه ملوش اي علاقه باللي حصل لبنتك، وقدم كل الادله اللي بتوضح موقفه قدام النيابه، وهو اللي تطوع وجه بنفسه. انا مقدر ظروفك يا حاج والحزن اللي انت فيه، وبقدم لك خالص التعازي. اللي انت ما تعرفوش، صافي او امينه رحمه الله عليها كانت مراتي على سنه الله ورسوله. صحيح جوازنا كان في السر، لا لاسباب عائليه تخصني، لكن انا حبيتها. كان نفسي يبقى لي شرف ان اعلن حبي وجوازها منها قدام الكل، وهي جات الفرصه، لكن للاسف بعد فوات الاوان. انا اتجوزتها لسبب واحد، اني حبيتها، حبيتها من كل قلبي. للاسف حصل بيني وبينها سوء فهم ادى للمشاكل اللي ضخمتها صحافه المعارضه الغير جاده والصحافه الصفراء للاسف. لكن المشاكل دي انتهت بمبادره منها رحمه الله عليها، وانا اثبتت ده في النيابه. وكل الحقيقه دي هعلنها في مؤتمر صحفي بعد ما يخلصوا من التحقيق القضيه واحتراما مني للقضاء. مره تانيه بقدم لك خالص التعازي عن اذنك. كده جولنا على طول بالضبط. خلاص خلاص يا عم عبد الحميد، العمليه اتطبخت، وانت كان متهيألك ان هم هيجيبوا لك حقك وحق بنتك. خلاص العمليه اتطبخت يا جماعه، العمليه اتطبخت. يلا يا عم عبد الحميد يلا. انا مش قادر افهم الراجل الخرفان ده طلع لنا منين، جاي في توقيت زي الزفت بوظ الدنيا. انا مش عارف ليه بس حضرتك مشيت، كان لازم نقف ونواجهه ونوضح كل حاجه. غلط، ما كنتش لازم اقف معاه خالص ولا اتكلم معاه كلمه واحده، كنت لازم امشي فورا. مجرد وقوفي معاه معناه ان انا مهتم بكل كلمه بيقولها. انا خرجت من النيابه معزز مكرم قدام الكل. الله، ده انا رايح للنيابه برجليا، انا ايه اللي عملته ده؟ مش فاهم اللي حصل ده، ما كانش المفروض يحصل. معلش معلش حضرتك اتصرفت في ضوء الموقف المتاح. احنا عموما هنعمل المؤتمر الصحفي، هنوضح كل حاجه والموضوع يخلص. الله ينعل ابو الصحافه على البرامج في ساعه واحده. ده ايه القرف ده؟ ما كانش ينفع اروح ادلي باقوالي وامشي من غير شوشره ووجع قلب. معلش سيادتك، عارف دي الاثار الجانبيه للديمقراطيه ما بيسلمش منها حد. يعني علشان اخلص من تهمه القتل والشوشره ووجع القلب لازم اقول بالفم المليان ان ساعه وقوع الجريمه انا كنت مع وفد اسرائيلي؟ علشان اخلص من تهمه القتل الاقي نفسي مفتوح عليا النار؟ وخد عندك بقى المطبع صديق الصهاينه، مش بعيد ابدا يطلعوني انا اللي ضربت غزه بالصواريخ، وانا اللي قتلت اطفال لبنان، واستلم بقى الشركات تخسر والاسهم سعرها ينزل وكانها ناقصه خراب وازمات. انا مش عارف حضرتك مهتم بكلام الجرايد والاعلام ليه؟ ياما اتقال كلام زي ده على رجال اعمال بيطبعوا مع اسرائيل. انا اسف، قصدي بيشتغلوا مع اسرائيل وما جرالهمش اي حاجه وكل شغلهم ماشي زي الفل. انت بتتكلم على ناس بتشتغل في البيزنس التقيل، مالهمش علاقه بالناس، مالهمش اصلا منافسين. مش بيزنس بيتعامل مع الناس يوم بيوم وليا فيها منافسين شرسين هيستغلوا اللي حصل ده ويضربوا تحت الحزام. طب والعمل ايه يا فندم؟ العمل الجريمه دي لازم يتمسك، هو ده الحل الوحيد. ساعتها بس الناس هتبطل كلام، وكل اسبوع ينسوا الموضوع ده ويدوروا على موضوع غيره يسلوا نفسهم بيه. هو ده الحل الوحيد.